السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابوس البكالوريا، هل حقا أن البكالوريا عتبة نفسية أم عتبة دراسية؟ طبعا أنا لست بأخصائي نفسي ولا أخصائي دراسي، لكن حبيت أن أحدثكم عن تجربة شخصية في هذا الموضوع اللي هي البكالوريا. أنا امتحنت معذرة في البكالوريا سنة 2015، أخذتها من المرة الأولى طبعا شعبة علوم تجريبية، كان معدلي 12.67. باختصار عن تجربتي في البكالوريا، تحتاج أنك تكون قوي نفسيا، لديك ثقة كبيرة في نفسك. كيف يعني؟ يعني أنك تصدق أنه كل اللي تدرسه راح تلقاه مسؤول أو تلقاه عن طريق أسئلة قدامك، هذا فقط يكفيك في أو بالنسبة للبكالوريا. فما نقول لك أنك إذا لم تدرس وانت ثقة في نفس عالية جدا راح تنجح، لا مستحيل، يجب أنه يكون جانب من الدراسة وجانب من الثقة في النفس، يكون شخص قوي وواثق في نفسه، فبإذن الله راح أجيبها البكالوريا. طبعا أنا راح نعرض لكم استراتيجية اللي كنت ندرس بها ومعدل كل مادة، اللي هي هذه عندي، هذه الكشف النقاط الخاص بالبكالوريا، فراح نمر عليها نقطة نقطة. لكن نقطة جوهرية في هذا الموضوع اللي هو التحضير إلى شهادة البكالوريا، عن نفسي أفادتني كثيرا، واللي هي أنك دائما تدرس أو تحضر أو تفتح يعني بعض التمرينات لما يكون نفسيتك مرتاحة وما يكون أي شيء معصبك. كيف؟ أنا مثلا من الأشخاص اللي كانوا جدا متأثرين بكرة القدم. في سنة 2015 توقفت، لا أقول نهائيا، لكن لم أعد أهتم كثيرا به بكرة القدم، يعني نتحدث على أني نتبع في بعض الأندية ونشاهدها ونشاهد كل المباريات، ولما تخسر نصير متعصب ونحلل ونفسر كيف خسرت. توقفت عن هذه العادة معذرة نهائيا. بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي توقفت فقط عن الفيسبوك، قعدت في الانستغرام في تويتر. بالنسبة لعلاقتي مع أصدقائي، كنت نسهر معهم عادي في الأيام اللي ما عندي فيها حصص دعم، طبعا أنا كنت أدرس دعم ليلي بالنسبة للمدرسة. بالنسبة أيضا مع أصدقائي، كانت عندنا حصة يوم الثلاثاء في كرة القدم، نلعب ساعة ونصف بالليل. وبالنسبة للألعاب، نتحدث عن البي سي، عادي جدا كنت نلعب في البي سي. وأيضا كانت في بعض الأيام يوم الجمعة في المساء، كنا نخرج يمكن في خرجة مع الأصدقاء، نطهو فيها طبخ لحم إلى غيره من الأشياء، فكان هذا تقريبا البرنامج اللي مريت به. إيش تحب توصل لنا؟ نحب نوصل لكم أنه إذا كنت تحضر البكالوريا بجد، فما يهم الأشياء الأخرى إذا عملتها أو لم تعملها. فهذا بالنسبة للجانب النفسي اللي أتحدثت عليه في البكالوريا. فأنت أيضا إذا عندك أي شيء شاغلك كثيرا، إذا تحب تنجح وبكل أريحية، صدقني حاول أنك تخفف حتى إن لم تتوقف. هذا بالنسبة للتحضير بالشكل العام. نقطة ثانية عن نفسي في التحضير إلى البكالوريا، آسف لكل الأساتذة اللي هيئوا أنفسهم في الثانوية من أجل أنهم يدعمون وبارك الله فيهم على مجهودهم، لكن أنا من الأشخاص اللي ركزوا على حصص الدعم عوض على أن يركز في الثانوية وكل يوم يروح إلى غيرها. فعن نفسي في الأسبوع الأول من شهر أفريل، تقريبا قبل شهر ونص من شهادة البكالوريا، توقفت عن الذهاب إلى المدرسة إطلاقا، وقعدت أنحضر إلا في البيت. بالنسبة للتاريخ والجغرافيا والعلوم الإسلامية، هذول الاثنين أخذتهم من اللي هي الثانوية. أما المواد الأخرى مع كل احتراماتي، حتى الكراريس يمكن كراسة واحدة جمعت فيها كل المواد. بالنسبة لاستراتيجية الدراسة راح نمر عليها عن طريق المواد. طبعا أنا تخصص علوم تجريبية أو شعبة علوم تجريبية. المواد الأساسية اللي عندي اللي هي علوم الطبيعة والحياة، العلوم الفيزيائية وأيضا الرياضيات. بالنسبة لعلوم الطبيعة والحياة، كنت أدرسها في الدعم المدرسي، فحضرتها جدا، أخذت فيها نقطة 14/20، طبعا كانت معامل 6 بالنسبة لتخصص أو التخصص الخاص بنا. بالنسبة لشعبة العلوم، خسرت فيها بعض النقاط في الوحدة الأخيرة على ما أظن اللي اسمها الخضور، وأيضا في وحدة الإنزيمات، هذول الوحدتين اللي خسرت فيها معذرة بعض النقاط. بالنسبة للمادة الثانية والأساسية واللي هي العلوم الفيزيائية، أخذت فيها 16.5/20، طبعا كانت معامل 5. في سنة 2015 جو موضوعين، طبعا موضوع جاء سهل وموضوع جاء صعب نوعا ما، كان بإمكاني أن نجيب نقطة أفضل. بالنسبة
مادة الرياضيات أيضا مادة أساسية جبت فيها 13 من 20، كانت معامل 5. طبعا أنا في مادة الرياضيات أخذت اللي هو الموضوع اللي فيه الدالة الأسية، ففيه بعض التمرينات كانت صعبة، والدالة تحديدا كانت فيها خدعة في رسم المنحنى، يعني أن نص الدالة صحيح ونصها الثاني كان خاطئ. هذا بالنسبة للدالة أو بالنسبة لمادة الرياضيات. بالنسبة لي تحضيري للمواد العلمية للثلاثة كان لا أقول كل يوم، لكن كان في أغلب الأيام من بعد المغرب حتى بعد العشاء بشوي، بعدها بنخرج نروح مع أصدقائي نسهر. طبعا كان عندي الأحد والاثنين من 5 إلى 9 ليلا كان عندي دعم في الفيزياء والعلوم، أما الأيام الأخرى فكانت فارغة، فعادي كنت نسهر. لكن بالنسبة للتحضير للمواد الأساسية أني دائما نفتح التمرينات اللي درستها في الدعم اللي هي من المغرب إلى بعد العشاء بشوي، بعدها ذكرت عادي جدا. نأتي اللي هي المادة الأخرى اللي هي اللغة العربية وآدابها، أخذت فيها علامة 10 من 20، طبعا معامل 3، ليست مادة أساسية لكن لا بأس بها بالنسبة للمعامل. تصدق أو لا تصدق اللغة العربية درستها إلا يوم الجمعة ويوم السبت قبل ما نجتاز شهادة البكالوريا بيومين فقط، هذا بالنسبة للغة العربية، والحمد لله يعني جبت فيها المعدل، درست اللي هو القواعد فقط. بالنسبة للغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، أولا تركيزي كان على اللغة الإنجليزية أكثر من الفرنسية، والشيء الثاني أني خدعت في الموضوع اللغة الفرنسية. طبعا في اللغة الفرنسية جبت فيها 7.5 من 20، كان معاملها 2. في اللغة الفرنسية هذه 7.5 جبتها من القواعد وشوي من أسئلة النص. أما بالنسبة للوضعية أتذكر أنها كانت أبيل أو نداء أو ما شابه ذلك يعني الخاصة، وأنا فتحت على أنها حجاجية أو أرجيمونتاتيف أو ماني عارف نسيتها بالضبط، لكن بالنسبة للوضعية خدعت فيها، فراحت اللي هي 4 نقاط أو 5 يعني مباشرة، مع أني أخطأت في القواعد شوي وشوي من النص، فأخذت فيها 7.5 ما جبت المعدل. بالنسبة للغة الإنجليزية وذكرت أنه تركيزي كان عليها أكثر شوي، مع أني عدمتها في اللي هي أسئلة النص، أخذت فيها علامة 11.5 من 20، كانت معامل 2. اللغة الإنجليزية صراحة قواعدها جدا جدا سهلة، الوضعية جدا جدا سهلة، فهذا فيما يخص الإنجليزية. بالنسبة للفلسفة طبعا الجزائريين قرأت هذا مرة يتفلسفون في فلسفة لم يتفلسفها فلاسفة متفلسفون بالفلسفة، فجبت فيها 7.5، ولا يوم قرأتها ولا يوم فتحت عليها شيء أو غيرها. كان ليلة الامتحان اتذكر أني أخذت السيارة وفي واحد أو اثنين من أصدقائي أيضا كانوا معي، رحنا الواحد فهمنا في اللي هي تحليل نص، هو قال لنا عليها قدام، أعطانا ورقة أو يعني مثل المنهجية قبل الباك بأسبوع، حفظت أنا شوي من المنهجية ورحنا له ليلة أننا غدا راح نقرأ أو راح نجتاز اللي هي الفلسفة وكانت الأخيرة، فقريت اللي هي تحليل نص، جيت جاء النص قدامي يعني أخذت الجمل حط فيه، أخذ الجمل حط فيه، أخذ الجمل حط فيه وأخرج، فالوقت ما يعني تقريبا نص ساعة كملتها، لكن كما تعرف تأنيب الضمير لما تخرج بكري تقول لا، هذا اللي صار معاي في الفلسفة، أخذت فيها 7.5. في بعض من أصدقائي أخذوا 11 و12، طبعا هم كانوا أيضا بتحليل نص، فماني عارف يمكن أنهم ساعفهم الحظ خاصة في التصحيح، أو يمكن حتى أنهم أفكارهم واسعة أكثر، أو يمكن أنهم كانوا يحفظون بعض المقالات فحطوا منها في هذا النص. أيضا المادة الأخرى اللي هي التاريخ والجغرافيا أخذت فيها 13 من 20، كانت معامل 2. تاريخ والجغرافيا كنت نحضرهم، طبعا مواد الحفظ كنت نحضرها لما أستيقظ بعد صلاة الصبح تقريبا ساعة قبل ما نذهب إلى المدرسة، كنت نحضر فيها اللي هي المواد الخاصة بالحفظ اللي هي تاريخ والجغرافيا وأيضا العلوم الإسلامية وأيضا الإنجليزية، كنت أحفظ منها بعض القواعد. بالنسبة للتاريخ والجغرافيا ذكرت أني جبت 13. بالنسبة للعلوم الإسلامية والله صراحة للحين يعني ماني عارف كيف أنها جاءت بهذه النقطة واللي هي 10.5 من 20. الصراحة أنا في الثلاثيات الثلاثة اللي درستها في الثانوية لم أنزل
تنزل عن 15، جبت مرة 15 ومرة 16 وفي الأخيرة جبت 16 ونصف، في يعني في اللي هي البكالوريا المسودة والباك بلو جبت فيها بكالوريا المسودة المهم جبت فيها 16 ونصف. هذا بالنسبة للعلوم الإسلامية. أما بالنسبة للتربية البدنية أو الرياضة 18 ونصف بمعامل واحد، طلع المعدل 12.67. طبعا أنا كنت أتوقعها 13، يعني 13.5 و10 في الحدود، لكن نزل المعدل بسبب صراحة اللغة العربية كنت أتوقع أنها 12 فجاءت أقل شوي، وأيضا العلوم الإسلامية كنت أتوقع أقل شيء أنها تكون 16 فكانت 10 ونصف. فهذه بالنسبة للنقاط. بالنسبة للأشخاص اللي يقول لك البكالوريا حظ أو ما شابه ذلك، أنا عن تجربتي البكالوريا ليست حظ، مع أني كنت تخيلوا معي لما كنا في الشارع، أتذكر على 10 صباحا قالوا أنهم بدأوا يقولوا في الموقع، فكان بجنبي صديقي وكان بجنبي ابن عمي فشافوا أو شفت لهم المعدلات الخاصة بهم هم الاثنين، بعد ذلك أنا كنت الثالث، يعني أني ما كنت خلاص هل نجح، عارف أني ناجح والحمد لله يا رب على هذا الشيء، فنفسيا يعني أني مريح من ناحية النجاح، لكن تبقى المعدل أكيد راح يكون عندك شوي شغف وشوي شغب على المعدل. فالمعدل أنا ما فاجأني وكان في حدود المتوقع، كان أقل شوي لكن تقريبا هذا المعدل اللي خدمت عليه، مع أني ذكرت لكم أني كنت نلعب كنت نسهر كنت كل شيء عادي جدا، لم أتوقف معذرة عن أي شيء. فالكثير من الأشخاص يتوقفوا عن كل شيء وتركيزهم كامل في الدراسة، يجي في أسبوع البكالوريا وكل اللي درس كل شيء قراه ينهار نفسيا، تروح عليه هذه اللي هي شهادة البكالوريا. فشايفين الفكرة كيف، ليست دراسة فقط أو ثقة في النفس ونفسية جدا قوية، لا، جامعة ما بين هذه وما بين هذه. فهذه بالنسبة لاستراتيجية أنا الشخصية في التحضير للبكالوريا. فهذا اللي كان عندي اليوم، شكرا لكم على المتابعة، إن شاء الله ربي يوفقكم وربي يسدد خطاكم بإذن الله الصحيحة. فأتمنى لكم موسم دراسي موفق إن شاء الله، أتحدث عن بكالوريا 2019، الله يوفقكم أجمعين. هذا اللي كان عندي اليوم مرة أخرى، هذا حسابي على الإنستغرام، أتمنى أنكم تضيفوني. لا تنسوا الاشتراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب، لا تنسوا اللايك أكيد، ونختم كالعادة على المقطع بالصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، دمتم في رعاية الله وحفظه.